السلام عليكم احبتي في الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله حبيبات، اليوم غادي نديرو الصفه المدفونه لاول مره غادي نديرها، ولكن ما غنديرهاش بوحدي، غنديرها بمساعده واحد الصديقه اللي غادي توريني نديرها. المهم غنحتاجو الدجاج، البصله، لقمة، غنحتاجو الملحه والزعفران، عود، البزار، وسكينجبير، واحد معلقه صغيره ديال السمن، والقرفه عواد للطبخ ديال الدجاج. وبالنسبه للقرفه غبره غادي نحتاجوها للتزيين. غنحتاجو الزبيب، الزبيب غادي نحاولوا نرقدوه في المزهر. غنحتاجو الزعفران حار، كما كنقولوا الزعفران شعره. غنحتاجو القزبر ومعدنوس. وبالنسبه للوز والسكر كلاصي غنحتاجوهم للتزيين ديال الصفه. الزبده غنحتاجوها للصفه، والزيت هذه الروميه غنحتاجوها حتى هي للصفه، وبالنسبه للزيت البلديه غادي نصبوا بها. هادو هما المقادير، على بركه الله غادي نبداو في الطبخ ديالنا وغنكمل معكم. قطعت البصله والدجاج، درته هنايا في الكوكوط. غادي ندير الزيت البلديه، درت الربيع، درت القرفه، غندير القمه ديالي. ما غنديرش غير هذا القرفه اللي ما غاديش ندير، القمه كامله غادي نديرها. دابا البنات غنعطيوه التحرك مزيان باش يتخلى لينا الدجاج ديالنا والبصله تذوب. وكما كتشوفوا انا درت الماء هنايا كيغلى باش غادي نبدا في الخدمه ديال الصفه ديالنا. من بعد نتلاقاو حبيباتي. هاد تقريبا هاد نص كاس كامل غندخلو له، وديك الساعه عيني ميزاني. مع التحريك المستمر نقلبوها مزيان باش الزيت توصل لجميع الفتفوتات باش كلها تعمر بالزيت. وقيلا لي كيبان ليا صافي بركه. استاذه هكا كنديروها تفور بعد ما غلى الماء، غنديروها كامله تفور واحد ثلث ساعه. تفور مزيان، الفورة الاولى هي المهمة. الدجاج ديالنا هو سدينا عليه كيطيب، اللوز انا درتو كيتسلق. ونتلاقاو ملي تكمل هادي، ملي تكمل الشعريه التفوار ديالها التفوار الاولى، نتلاقاو باش نوريكم الطريقه الثانيه. هانتوما البنات ملي كطلع التفويره في الصفه ديالنا، هانتوما شوف انا غطيتها بالمنيديل باش كتفور مزيان، كيرجع عليها الباخ ديالها هكذا. وهو الدجاج ديالنا كيطيب. درت عليه النمره 5 باش ما يمشي ياخذ وقته في الطياب. ويسطا ونتلاقاو من بعد. هانتوما البنات بعد ما درناها 4 ساعه فات التفويره الاولى، حيتها انا كنكب عليها دابا الماء، ما بارد ماشي ما سخون، دابا ما بارد. ونخليوها نزيد الماء. الاستاذة كتقول لي زيدي الماء، انا غنزيد الماء. ها هي درتها في الماء بارد كما كتشوفوا، وغنعاودو نديروها تفور مره اخرى. هاد انا حيت الدجاج، هي كتشحر البصله، انا غنعاود دابا التفويره الثالثة. صافي هذه الثانية غادي نحيدها باش ندير التفويرة الثالثة اللي بقات. وانا معكم الصفة ديالنا من التفويرة الثانية، غادي نخويو عليها دابا داك الماء السخون اللي عندنا هنايا. بسم الله ما طايب، وغادي نحركوها مزيان، نحلوها فيه باش نرجعوها تفور التفويره الثالثه والاخيره. ومن بعد ما غنحلوها في هذا الماء السخون، غادي نديروها نرجعوها عاوتاني للكسكاس تصفى لينا، ونرجعوها للقصريه باش نحلوها ما تبقى عندنا حتى حاجه مكوره. وصافي وغادي نفوروها التفويره الثالثه مع الزبيب ديالنا اللي حيدناه من المزهر. والمرقه ديالي ها هي كتنشف، كتغمر ليا بعد ما حيت منها الدجاج، راه خليتها كتغمر باش تنشف ليا مزيان. وصافي وانا تعلمت ندير الصفه المدفونه. يا اسف
فاسيل كما كنقولوا حنا، ساهله بزاف. حركها مزيان تحل وغنرجعها نديرها تصفى تسقطر من الماء اللي فيها وصافي. وغنديرها تفور تفوره الثالثه والاخيره وغنديروا الزبيب معاها. بعد ما تسقطرات الصفه ديالنا غنديرها هنايا، هي تسقطرات من الماء وجات محلوله ما فيها لا تكوار لا والو. هانتوما البنات مير شوفوا، هانتوما شتي هانتوما محلوله ما فيها حتى تكويره. صافي دابا غادي ندير ليها شويه ديال الملحه، مكترش الملحه حيت ما كناكلش الملحه بزاف انايا. وغندير معلقه ديال السكر كلاصي، ندير واحد شويه اخر، ندير واحد الزبده، ندير جوج طروفات الزبده. صافي دابا غنخلط هادشي كامل. قبل غادي ندير الزبيب كما كتشوفوا، غادي نفرشوا في الكسكاس، غنديروا هو الاول في العافيه قبل ما نحل هاد السفه ديالي مع الزبده. وصافي ندير التفويره الثالثه تفور وصافي، وها السفه ديالنا موجوده. ونتلاقاو في الطبق النهائي. صافي دابا وصلنا البنات للطريقه ديال التزيين، نحيدو هذا الشيء كامل. البنات ما قديتش ندير يدي سخونه بزاف. صافي دابا هي تحلات، صافي بعد ما حليناها البنات دابا غنديروها في الطبسيل التقديم النهائي. هانتوما تشوفوا معنا الطريقه. الدجاج ديالي حليتو، حليت الدجاج كامل، درتو مع الدغميره ديالو وحطيتو هنايا الطبقه الثانيه. ودابا غنكمل الطبقه ديالي بالصفه ونغطيوه. وها ابتسام تعلمات دير الصفه، وصفه ناجحه 100%. واخيرا البنات نجحت الصفه ديالي. ها انتم الطريقه الاخرانيه، ها هو طبق التقديم. وبالصحه والراحه ما شهيتكم فيه، غدي وغادي تكون زوينه 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 بزاف. انا مولفه كناكل غير الصفه اللي كدير ماما، دابا الصفه اللي دايره انايا. ها انتم السكر كلاصي، كديروا الخطوط بالقرفه والسكر كلاصي واللوز. ها انتم ما شهيتكم فيها. يلا ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات، ما تنساونيش من اللايكات، دعموني باللايكات اللايكات وديروا اشتراك. وبالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله.